سجلنا اليوم حادث أليم بالنسبة لولاية سعيدة، وهو حادث مرور الأعوان الأمن، كان فيه عدد المصابين 7، فيهم حالة وفاة، نسأل الله عز وجل أن يرحمه. والحالات الباقية هي حالات مستقرة بإذن الله، والطاقم الطبي قام بالدور تاعه، وسجلنا زيارة لإطارة الولاية على مستوى المؤسسة مصلحة الاستعجالات على رأسهم والي ولاية سعيدة. وإن شاء الله حالة المرضى اللي باقين بإذن الله راهي حالة مستقرة، ما يكونش حاجة كبيرة بإذن الله، وندعو اللهم الله عز وجل الشفاء العاجل بتطمين لأهالي المرضى أن حالتهم مستقرة. وما ننساش أن إدارة المؤسسة سخرت طبيبين من الخواص تخصص أشعة، وراهم هنا على مستوى المؤسسة وقاموا بالدور تاعهم.